تعال تعال اسولف معك. تعال اوي اجيك اجيك جوا. ها اجيك جوا ولا ما اجيك؟ بسرعه. بسم الله. ها انا ادري وانت تدري ان خاطرك ضايق، صح ولا لا؟ طيب بقول لك شيء. ما شاء الله تبارك الله، تدرين ان عظمه الخلق اللي خلقك اياه سبحانه وتعالى انه ذكرك في كتابه، وش قال؟ وش تتوقعين قال عنك؟ تدرين وش قال ولا ما تدرين؟ انا اقول لك، ذكر في سوره الغاشيه سبحانه وتعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. يعني من قوه وعظمه خلقك ان حتى ذكرك قبل السماء وقبل الارض وقبل الجبال. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف سطحت. سبحانه اللي خلقك واحسن. ما شاء الله تبارك الله. بس اسمي، تعال بقول لك شيء، بقول لك شيء. تعال خلي ولدك يقعد، تعال هنا. ها وش تبغى؟ الله يصلح، خليني اسولف مع امك. ابد ما شاء الله. اي مبسوط. طيب اسولف معك انت. اسولف معك ما تبغى. طيب الظاهر انكم ما انتم متقبلين اثنين، صح؟ اطلع اسولف معك من برا. اسولف معك من برا. اصبر اصبري. تعالي من المجلس، والله عندي لك قصة. بس لا تسوين شيء، تكفي. ها. أنا أقول لك، أنا أدري إنهم جابوك من الديرة إلين هنا، بعدوك عن مراحك وعن الأرض اللي تاكلين فيها. تصدقيني زيك أنا؟ طيب أسولف معك، طالع فيني الله يصلحك. يعني ما حد. فأقول لك حياك الله، هنا هنا هنا، أنا هنا. إنا لله. بسولف معك وأنت بكيفك. تدرين كم دقيت كيلو من الديرة لين هنا؟ يمكن حدود 1600 كيلو، مدي 1400. خليت وراي أهلي، وراي ديرتي وربعي، لكن بإذن الله إنهم في حفظ الرحمن. استودعت الله نفسي وأهلي ومالي، واستودعتك الله أنت كمان. يعني أدري أن حسين يدعي لك، لكن بدعي لك. فجيت هنا وراي هدف. أنت وراك هدف هنا جاية في القرية ولا لا؟ ولا في الأخير بيذبحون ولدك ذا ويعشون إياه؟ ها بالله عليك. الله ما توسط لك عند حسين، والله ان شاء الله باذن الله ما يقول فيها شيء ابو لعبه. فاقول لك ناقتي يا تعال. ها ناقتي يا ناقتي تعالي هنا يا شويه، خليني سالف معك لا عاد تشربين الميه. الله. فاقول لك تركت ديار وتركت اهلي، جيت هنا وراي هدف باذن الله اني احققه ان شاء الله. ايش؟ انت قدها؟ لا لا قولي 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 قدها ولا لا؟ خلاص عشان والدك سامحتك. لا لا بحققه ان شاء الله، ما عليك ان شاء الله. الهدف تبغين اعلمك اياه؟ طيب باذن الله اني اكون احد الاعلاميين المعروفين في الساحه، وان شاء الله انها نقطه الانطلاق من بدايه. طبعا عادي ما عندي مشكله، ترى لو اشتغلت في بدايه بعدين يعني هذا شيء يضيف لعلي يعني قبل لا يضيف لاي شخص ثاني. ف طموح طموحي يعانق السماء. تدين ايش كتبت؟ كلمات كتبت كلمات وانا جاي هنا للقناه. تدين ايش قلت فيها؟ قلت اتيت اليكم من عسير القمم والشيم، احمل معي نفسا ساميه وفكرا ناضجا متزن، أسير بخطى سليمة ويحضرني عقل فطين مع قلب لبيب لكي ننال العلا سويا. هل تنالين العلا سويا معنا؟ مرحبا ألف.
صراحة يعني بما انك سألتيني يعني ال 12 يوم هذه اللي قضيناها هنا في القناة والحياة الجديدة اللي جالسين نعيشها الآن، حياة حلوة صح، انه يعني تجربة جديدة الواحد يكون بعيد عن أهله، الجوال 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 هو يعني المتحكم في أغلب الشعب، الله يجزاه بالعافية. ف وإنك يعني تجتمع الواحد يجتمع، تدري إن الواحد يجتمع يعني مع 26 شخص، يعني هو وخمسة وعشرين معه، كل واحد من مدينة، كل واحد من قبيلة، نعم فيهم كلهم والله. فاختلاف الثقافات موجود، وأيضا يعني غير الثقافات اختلاف العلم كل واحد واختلاف المواهب. أنت ما تبغينا أسولف معك؟ والله أشرها تيبوجي، بس إني بسولف، والله إني مزعج لا أزعجك، مساعد ما عاد صار يسولف معي، إذا خلص البث رقد ما أسولف معه، باجي هنا أقعد أفضفض لك يومياً إلين ربي، بس أمشي يقعدي معي إلى اليوم التسعين. فأقول لك اختلاف المواهب، اختلاف الثقافات، اختلاف الثقافة، هي كلها سوا، أدري أدري كلها سوا، بس صراحة تجربة حلوة، تعايش، يعني هنا ما شاء الله تبارك الله، يعني الإدارة إن شاء الله ما يقصرون معنا، ولا هم مقصرين، موفرين جميع سبل الراحة، لابد، يعني لابد يصير فيه اختلاف، زي ما يصير فيه اختلاف بين الشباب، لابد يصير اختلاف يعني بين الإدارة أو الإعداد مع المتسابقين وكذا، يعني تعرفين تعرفين، فهمتي؟ لكن بقول لك شيء، أمانة 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 صارحين، يعني ما أنا بهب لك برسيم، أهب لك برسيم، ها 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 ها، خلي 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 خلي، أنا أهب لك، والله ما تبغين تأكلين تعالي مرحبا ألف، ما تبغين تأكلين وقعد يلا ها، أوي 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 ها، من هنا من هنا من هنا، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، تعالي 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 تعالي، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ها أجعله بالعافية أجعله، ها 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 ها، لا أصبر 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 أصبر، بلا قلة أدب بلا قلة أدب، أصبر عصاتي تطيحينها، ها ها يلا كلي يا ها ها، آه مالك نفس يعني، ما اتفقنا على كذي، أنت ما تأكل إيش تبغى، يلا الله يجعله بالعافية، الله يجعله بالعافية، إيه كلي ها، وأنت كل يا بابا، هذا برسيم ما تأكل، تأكل برسيم ودلبي وتيح ولا أكلك، ما أصير لك شيء ها، أقول لك يعني والله شوفي تأكلين أكل بلاش، حن ما نأكل أكل بلاش، والله وعثمان هذا ما خلانا حتى العيش، الله يصلحك، تري كنت أكل بالزمان يعني لا تحسبيني خاف، أقول لك حتى أبو عثمان بن خيمان غلوا علينا أسعار، وجبة بأربعين، ليه؟ ليه الوجبة بأربعين؟ حرام، أمانة مو حرام، حرام، شوفيك تأكلين برسيم، ها 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 ها، يعني المفروض إني أبيع لك هذه كل لقمة بأربعين ريال، تدري ولا ما تدري؟ طيب وسختيني الله يصلحك، ليه؟ ليه الدلع؟ راح أزيدك خليك، بزيدك خليك خليك. خليك لا تعالي هنا أغبية، تعالي 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 بعلي كم توني أمدح فيك وزي كذا وأقول لك إني كنت ذكرتي في القرى، هاي هنا تعالي بس تعالي، هاي 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 هو 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 الله يبدو إني ما عندي سالفة، تعالي ها ها، بلا يجبري خاطري كل من يدي أخي، ها 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 ها، يا سلام يا سلام يا سلام، بالله عليك ها هنا عاد بكيفك، ها ها برمي لك هي هنا، احط لك الصحن هناك، تبين تاكلين كلي
ما تبغين تاكلين اقعدي. ايش اسولف معك؟ ايوه خلينا نسولف واعطيني وجهك هنا، تعال شوفي. يا سلام يا سلام يا سلام، كلي كلي الله يجعله بالعافيه. فاقول لك عشان تعرفين ان حتى هنا مضطهدين، ابعث ماما ما ينقص لنا في سعر العيشه. يعني تخيلي اني اول مره في حياتي اكل وجبه في اليوم وتميس ما في. التماس هيا يفتح، هيا يفتح التماس. عسل رجوف عندي بما اني الراعي حقه طبعا، يعني ابشرك ابشرك صرت راعي رشوف. راعي رشوف يعني ممثل محل رشوف هنا في القريه، مسوق لها ان شاء الله. صرت اخذت لي علبه من المحل وحاطها عندي في الدولاب، يعني في دولاب محمد اليابسي. صدق انا ما عندي دولاب في القرى، فحطيتها عند دولاب محمد اليابسي. والشباب كل صباح وهم يقومون من النوم ولا كل ظهر يقومون ياخذون لهم ملعقه، كل واحد ملعقه ما شاء الله. طبعا اول اسبوع بطون الشباب انعدمت. ليه؟ لانهم ما هم ثابتين على نظام غذائي واحد، واحد مره ياكل العصر، واحد مره ياكل في العشاء. في المعده يعني لازم انها تكون تمشي على نظام واحد. زيك انت الحين اكلك موجود، متى ما تبغى كيفك تاكلي. بس هنا الشباب يخافون على ارصدتهم، ما في احد، كل واحد يخاف لا يخش البراي، وانا اولهم يعني صراحه. تسمع انت؟ ابدا 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 ابدا. فايش رايك اني يعني لو حرمتك من البرسيم ما بتزعلي؟ امانه انك ما تستحين على وجهك. اكلمك انا، اكلمك لو سمحتي لو سمحتي. هاتي هزي من فمك هذه، ها رجعها في الصحن. زياده العبث بالنعمه ما يصلح. طيب تدرين، تدرين ولا ما تدرين يعني ان الجمال، جمال ان الجمال والنياق يعني بشكل عام من عهد الرسول، ها ولا ما تدري؟ يعني كان يشدون بها الركبان والقوافل، يعني يتمشون آلاف آلاف الكيلومترات وآلاف، ويمشون فيها مدن، ما هو مدن بس دول، يسافرون فيها من دولة لدولة. والله ودي امدحك بس تبغين صدق ما اعطيتيني وش. باجيك بكره ان شاء الله انك اذا عدلتي وضعك هذا مين اني بمدحك، ما بتعدلين وضعك هذا قسما بالله. شافي شافي انا اعلمك الحين، ها قسما بالله تعال. ها 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 هوي 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 الله يسترنا بستره. ها اعلمك سالفتي اليوم. طبعا قمت من النوم قبل انا، حني اذا عدنا ننام من يصحينا من النوم تتوقعين؟ من تتوقعين يصحينا من النوم؟ عون البيشي، عون البيشي، عون البيشي، عون السبيعي اقصد. عون هذا حبوب ونعم رجال، بس انه ابعدنا، بس انه في التصحيه يعني هو صراحة، هو صراحة هذا الموضوع بيعجب أهلي. قعدت قلت قعدت كثري في النعمة الله يصلحك. هو الموضوع هذا يعني لو درت عنه أمي تدرين تنبسط، لأن أنا أصلا ما أقوم يعانون مني في البيت، يصحون يطفون ذا الأنوار، يطفون ذا الأنوار، يطفون المكيف. شفتي والله أني حتى جالس أكلج وألخبط في كلامي عشانك ما أعطيتيني وش. يطفون المكيف، يشغلون الأنوار، يرشوني مويه، ما اقوم، نومي ثقيل ثقيل جدا جدا. هنا ايش صار؟ صار اني انا اشوف ايش والله ما ابيك شيء. ارجي 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 والله انك في وجهي. ارجي تعالي 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 تعالي، ها تعال يلا. فيجي عون يحس اني نايم، يجي اعتبري 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 العصا اني انا، انا شوفي انا الحين انا قاعد امثل الحين، هذه العصا هذا علي حلو، وعون وانا عون.
يعني هو ما شاء الله ضخم تري ما شاء الله يعني فهمتي، بس انه يعني انا بسوي لك تمثيليه عادي يعني. اي فهذا هو، هذا انا العصا يجي زي كذا حل العمري خلاص قام. ما كذا تورد الابل يا ناقه، والله ما ما ما, ما يصير. هي ما ادري مثلا انا جبتها صح ولا لا، لكن يعني المفروض تجي عندي علي كذا ها باحترام زي عبد الله باكر. ما علي علي قوم يلا قوم الصلاه قوم الصلاه يلا بث يلا. هو يروح انا اقول له ايه طيب طيب ورجعنا، هذا عبد الله بكرمان طيب حبوه فهمتي. لكن عون يا يجي تل الواحد وهو نايم. هاي ذاك اليوم هو وعلي سعيد الزهراني، انا نايم وجيت لي من رجولي زي كذا وشيني في الساح وسحب بسحب 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 بي. انا يمكن ذاك اليوم خفت انه يجيني سكتت قلبي سكتت قلبي سكتت قلبي فهمتي. فتعالي تعالي والله ودي ابوسك عشان اريح الابن اللي دخل. تعالي تعالي عقوب لا اله الا الله وش بك؟ تعالي حلفت ها ها بسم الله الله يسلم عليك. فاقول لك نرجع الموضوع، وانا من هذا المنبر ومن عندك بقدم لك شكوى. انت عاد بواسطتك رفعيها لابو عبد الله رفعيها لابو نايف الله يقرفك خبل انت رفعيها لابو عبد الله رفعيها لابو نايف رفعيها لاي احد، قولي لهم هذا الولد يعاني في النوم. ثاني شيء هي عندي شكوى عندي شكوى عندي شكوى على فهد معيان، عندي شكوى على فهد معيان. ايوه والله اني اقولها وانا صادق. تدري ايش سوى؟ هو مفتش، انت تعرفين انه مفتش، انا ادري انه يجي هنا يفتش البرسيم يفتش اللي عندك هنا يشوف يقلب ها ها يمكن احد من الشباب مهرب جوال ولا مهرب اكل عندك، يعني ما حد بيجي يهرب اغراض عندك. انا ادري والله ها شفتي من يوم سمعتي اسمه حتى قفيت. ايوه ارجي مالك خلاص والله ما عاد اقول اسمه. فقلت له يا فهد ابغى دولاب بالله ما هو ظلم، أسألك بالله ما هو ظلم، يعني الشباب 25 متسابق عنده دولاب إلا أنا ما عندي دولاب. أقول له يا فهد جيب لي دولاب. أي إذا تكلمك طالع فيني ترى أنا كم مرة أقول لك. قلت يا فهد هب لي دولاب. قال أبشر. والله ما قال أبشر، قال طيب، قال زحمة متسابقين وما أدري كيف. قلت طيب خلاص طلعني انا طلعني انا من القريه انا بشتري دولاب ولا امسك فلوس يجيب لي دولاب. قال لا اصبر ان شاء الله الينا البرايم، اذا ما طلعت انت ولا طلع واحد من اخوياك خذ دولابك. كيف يا اخي ملابسي في الارض منثره واغراضي وجزمي وانتي بكرامه والله انها ما يحال، يعني ما اقولها مره ما هكذا تورد النياق يا ناقه ما يصير. ها وش بك؟ بسم الله ايش بك؟ فوالله شكواي هذه يعني صراحة، ف يعني اتمنى انك يعني ترفعين القضية وموضوعي هذا عند ابو عبد الله ابو نايف، وان كان ما ودك باجي فراشي وملابسي ابا عندك هنا. تسمعين كلام؟ واقول انا صادق خلاص، انت عزينة وانا عزيز ما ادري وش نسوي ها؟ الله ادري انك تبين ترجعين هناك لديرتك وانا وقت امي وابوي الله ادري، لكن نتصبر على الله. صبر 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 جميل والله المستعان عليك. تريني كاره ولدك هذا الله يسلمك. ايش اسمك انت؟ والله أنا نسيت اسمك. ايش اسمك؟ ها؟ شوف والله أنا قاعد تبكي. يعني بكيتك؟ صدق؟ بكيتك؟ ها يا ناقة يا ناقة يا ناقة يا ناقة آسف 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 آسف. خلاص يلا طفي وجهك منك، يلا كثرتي سوالف معي، كثرت سوالف معي كان أقصد. ولا ما؟ الله يسترنا.
ارجع الموضوع، ارجع الموضوع انا التالي. طيب علي الجعيدي اليوم باشتكي لك من علي الجعيدي. صح ان سميي مبدع ما يقصر، تكفي انه بترات تخرب، لكن اليوم جاء فر اربع محلات وقاعد يناقش قضيه احنا ايش تاخرنا فيه. يعني انت مدير سوق تيجي افوض انك تغطي المحلات كلها اللي جيتها يا اخي، صح ولا لا؟ ما علينا، تبغين اقول لك قصه قديمه لي ولا ما تبغين؟ بقول لك قصه. في يوم من الايام سلمى جاكم